السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير. معكم المهندس مهيب فؤاد من اليمن. إذا كنت تريد أن تتكلم مع شخص في الواتساب فلابد أن تقوم من إضافة رقمه على جهازك الهاتف الأندرويد، وبعد ذلك تذهب إلى الواتساب وتقوم بعمل تحديث للواتساب، ومن ثم تقوم بالتكلم معه الشخص. لكن بإذن الله تعالى اليوم سوف أقدم لكم تطبيق رائع جدا يمكنك من التحدث مع أي شخص عبر الواتساب دون أن تقوم بحفظ رقمه على جهازك. كذلك تستطيع مراسلة نفسك على الواتساب، وهذا شيء مستحيل. فإذا كان الموضوع يهمك فابقوا معنا. هذا التطبيق اسم التطبيق واتس مي، اترك لك رابط التطبيق اسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. طبعا تطبيق مجاني. عندك هنا فون نمبر، يعني يطلب منك ادخال رقم تليفونك او رقم تليفون الشخص الذي تريد ان تقوم بالتحدث معه. على سبيل المثال انا بقوم بتسجيل رقم التليفون الخاص بي، وهذا شيء مستحيل انك تقوم بمراسلة نفسك عبر الواتساب. لاحظوا هنا عندك بلاس، على سبيل المثال عندنا في اليمن 967، هذا مفتاح الدولة. طبعا إذا كان غير موجود علامة بلاس علامة الزائد هذا بتقوم بالتسجيل 00 بعدين 967، لكن موجود علامة البلاس الزائد بسجل مباشرة 967 بعدين سجل رقم تليفوني. أوكي، ثم أختار أوبن كات. لاحظ لاحظ هذا الآن لاحظ أونلاين، هذا الواتساب الخاص بي. اوكي لاحظ ممكن اراسل نفسي الو، لاحظ اوكي تستطيع مراسلة نفسك عبر الواتساب نفسه. اوكي على سبيل المثال هذا ايضا كذلك ممكنك تسجيل رقم الشخص المراد التحدث معه اذا كان رقم هذا الشخص غير موجود على هاتفه. اوكي كذلك تستطيع التحدث مع اي شخص تريده بكتابة رقم الهاتف ومن ثم اختيار اوبن كات. طبعا الى هنا لازم انهي الفيديو، طبعا فيديو قصير خفيف. اذا عجبك الفيديو لا تحرمنا من زر لايك، كذلك شارك هذا الفيديو لاصحابك لتعمل فائدة للجميع. كذلك اذا كنت غير مشترك في القناة يا ريت تنورنا وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. كذلك لا تنسى زيارة اكاديمية المهندس مهيب في قناة المعلومات، كذلك لايك لصفحتنا على الفيسبوك ليصلك كل الاشعارات الجديدة. طبعا رابط التطبيق اسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.